اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام باولى فقراتنا اليوم بصباح رياضيه. زي ما شفنا هذا التقرير المميز لديلاسال، خلينا بالبدايه نرحب بضيوفنا الكرام اللي شرفونا بالاستوديو، بدايه نائب رئيس النادي الاستاذه مادلين بحدوش. اهلا وسهلا اهلا بحضرتك، وسهلا فيك. ومديره المدرسه السيده رائده قصار، اهلا وسهلا بحضرتك، شرفتونا. نورتوا، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. وانجازات كبيره جدا بالفتره الاخيره، بدايه اذا بتحبي تصبحي على ناس معينين، ست مادلين وست رائده. صباح الخير للجميع. بتمنى يعني يكون نهار سعيد وصباح رياضي بكل المقاييس. يا رب. ونحن جايين يعني على الشتوية، مثل ما بقولوا الشتوية بجوز الناس بتتنشط أكثر للرياضة، بالصيف تكون كسلانة شوي، بس إن شاء الله بيكون جو رياضي للفصل كله، لكل طلابنا ولكل أعضاء النادي عندنا ولا فريقنا المتميز اللي هلا رح نحكي عنه عن إنجازاته. ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم. أهلين دكتورة. أحب أحكي لكل صباح الخير لكل متابعين القناة الرياضية، صباحكم ورد. لطلاب المدرسة ديلاسال يسعد لها الصباح، ولكل طلاب الأردن إن شاء الله يا ربي سنة تكون خير على الجميع. يا رب يا رب, يا رب. آمين. إحنا بجوز عيد، أنا حابة مخرجنا نعيد التقرير من بعد إذنك، عشان بدنا نشوف تحديدا الطالبات اللي هم صاروا نجمات بعالم الطائرة قديش بيقدموا. صح. نشوف التقرير مرة تانية. جهزنا للبطولة بشكل ممتاز، وكان من شهر 6 ولعبنا مباريات ودية واستعدينا الحمد لله رب العالمين، ويعني أدوا البنات اللي عليهم، وكان في فرق بين مستوانا ومستواهم، إنه المحترفة اللي عندهم أدت يعني في ليفل أعلى شوي من المستوى اللي عندنا. بحكي الحمد لله، أول إشي فخورة في اللعبات اللي معي، حتى لو خسرنا في مباريات تانية بنقدر نجيبها. أسباب الخسارة بنقدر ممكن يكون إنه الفريق الثاني ما محترفة، وإحنا فريقنا زي ما كتب ما معنا محترفة، ممكن للفترات الجاي يكون متوفر معنا محترفة تساعد. يعني الفريق تبعنا كتير كويس، وفريق النصر فريق نحترمه، فريق كتير كويس، يعني قدم مباراة كويسة وإحنا أدينا مباراة كويسة. البنات اللي عندنا يعني تفوقوا بالهجوم وبالدفاع وبالإرسال، هذا اللي شو اسمه فوزنا. هي مباراة كانت حلوة وفيها منافسة كتير عالية، كانت ممتعة، يعني ما فيها أي نوع من الملل. الفريق الثاني قدم يعني مستوى كتير عالي وكتير حلو، وإحنا كمان قدمنا مستوى حلو مع المحترفة، ساعدتنا كتير. أولاً نبارك للفريق الخصم لأنه قدم مستوى كتير جيد، والماتش والمباراة كانت صعبة، يعني كان المستوى متقارب. ثاني شيء شكرا على المباركة. أنا هاي ثاني مرة عندي مع فريق ديلاسال، ثاني تجربة معهم. نشكرهم إنه كل مرة نلقى الحفاوة ونلقى الاستقبال الطيب، ومن جهتي أنا إن شاء الله نكون نفيد المستوى، لأنه جيتي هي لترفيع المستوى، وإنه اللاعبات الأردنيات ياخذوا خبرة أكثر. مجددا اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام. يعني احنا رجعنا استعرضنا التقرير مره ثانيه لانه في لحظه نجاح وفرح كبيره، واليوم رح نحكي بشكل مهم على الانجاز اللي صار، وهو تتويج ديلاسال بلقب السوبر للكره الطائره للسيدات. مبارك هذا الانجاز. الله يبارك. وخبرينا ست مادلين على هذا الانجاز كيف كان. طبعا هذا الانجاز للمره الثانيه، يعني نحن السنه الماضيه اخذنا هذا الكاس، حتى السنه الماضيه اخذنا 3 كؤوس. كاس الاميره ايه، وكان عندنا كاس السوبر، وكان في عنا كمان كأس الدوري. فنحن للمرة الثانية بناخد كأس السوبر. طبعا هذا الإنجاز برجع
عندنا المدرب كوتش فواز طبعا اللي منعتز انه هو مدرب النادي، وصراحه الصبايا عندنا على قدر عالي من الكفاءه والتدريب المستمر والانتماء للنادي بصراحه، لانه انت عارف اي نجاح ما راح يكون الا بتعاضد الفريق بيكون ايد واحده. كمان كثير عم نشتغل انه الفريق يكون احسن واحسن، استقطبنا لاعبه من دوله تونس العربيه صديقه، وكمان استقطبنا لاعبة أردنية، لاحظنا نانسي عياش معكم. نعم نانسي عياش رح تكون معنا بالفريق، وفي عنا مروة بوغانمي اللي هي من تونس. ففريقنا يعتبر من أقوى الفرق الرياضية الموجودة على صعيد الرياضة النسائية بصراحة، وأخذنا كتير بطولات كمان بالشارقة. السنة الماضية فزنا بالإمارات، فزنا على الشارقة، فزنا على السعودية، فزنا على سوريا. فنحن يعني الحمد لله من نجاح لنجاح من يوم ما تأسس النادي بال 2013 كان تأسيس النادي. يعني احنا بنحكي عن نادي دي لاسال للطائرة تحديدا، خط أحمر ورقم صعد بعالم الدوري والكاس وكأس الأميرة آية. لكن هذا الشيء أيضا بيرجع دكتورة رائدة بجوز التربية. احنا بنحكي عن التعليم هو شيء اساسي، ولكن التربيه والتعليم، التربيه ايضا على النشاطات اللامنهجيه، الاخلاق الجميله اللي بتكون عند طلابنا وطالباتنا قديش مهمه كمان، والرياضه اللي بتصقل شخصيتهم من البدايه. اول شيء سعد صباحكم. صباح الفل. يمكن بدي احكي بنقطه مش مختلفه، بس بدنا نصحح بعض المفاهيم. هلا لما بنحكي الأنشطة اللامنهجية هي فعليا كلها أنشطة منهجية. نعم. صح. هي منهجية ولكنها هي أنشطة لا صفية. لما بنحكي على المدرسة، المدرسة هي عبارة عن مجتمع كامل متكامل. هذا المجتمع الأهل بيجيبون لنا أطفالهم، وهم بينتظروا منا تربية معينة للأطفال. صح. فبينتظروا منا معلومات، بينتظروا منا مهارات، وبينتظروا منا كمان تغيير اتجاهات للطلاب. فلما نحكي على المعرفة موجودة داخل الغرف الصفية، المعلمين بيشتغلوا فيها باستراتيجيات معينة، لكن هناك مهارات، يمكن هذه المهارات يجب أن يكتسبها الطالب داخل الغرفة الصفية. صح. وداخل المدرسة. منها لما كنا بنحكي عن فريق السلة. عم تحكي تيم. هذا التيم إذا أنا ما علمته كيف أن يكون هو جزء من فريق داخل المدرسة، ونجاح الفريق هو نجاح كل طالب موجود عندنا، فهذا الأمر بيكون مهم جدا، وهي مهارة بتكون صحيحة. وإحنا صغار كانوا يحكوا لنا الجسم السليم بالعقل السليم والرياضة السليم. والأكل وكل هاي الأمور. صحيح. طيب ممتاز. الأم بتحكي، بس إذا بتعرفوا أنتوا دائما الطفل إيش بيحكي، المس حكت لي. yes. أستاذ حكى لي. صح. فعشان هيك تأثير المعلم هو فعليا مهم جدا بالطلاب. فإذا شاف المعلم مهتم بالرياضة بيطلعوا الاصطفاف بيكون صحيح، الالتزام، الانتظام، مرر دورك، دور غيرك، احكي مع زميلك، حتى النفس الرياضي بينهم، الروح الرياضية بينهم. ففعليا هذا كله احنا راح نشوفه سنة على سنة يتطور مع الطلاب، وهي فعليا هذا المناهج اللي طالبيته منا، انه نعلم طلابنا كيف يتعاملوا مع بعضهم، نعلمهم كيف يلعبوا رياضه صحيحه، كيف ياكلوا صحيح، كيف يهتم جسمه صحيح. ما بدنا اياه يحكيها حكي ويرددها، احنا بدنا اياه يمارسها. فيمكن بهذه الطريقه داخل الغرف الصفيه، داخل المدرسه، داخل الساحات هو يمارسها، واحنا بنرجع بنشوفها على أرض الواقع بالمجتمع كله. صحيح 100%. والأهم أنه اعتمادكم على الخبرات المهمة جدا، مثل يعني أنا بدي أوجه تحياتي لكوتش نايف عصفور كمان اللي ماسك نشاط السلة، يعني هم كمان مدربين على مستوى المملكة، مش فقط على مستوى مدارس أو على مستوى طلاب أطفال، لا هم عم بيجيبوا مع نادي الفحيص ما شاء الله، يعني لازم استضافة أصلا كوتش نايف. وكوتش فواز طبعا تحياتنا له. من هون بدنا نرجع نحكي برضه ست مادلين على فكرة أنه في جانب أكاديمي طبعا مهم بأي مكان، ولكن الجانب الرياضي بيعزز لدى طلاب، خلينا نحكي نشاطهم الأكاديمي برضه بيرفع كفاءتهم الدراسية. الطالبات عندكم عم بيلعبوا رياضة ضمن انتظام وجدول معين، وعم طبعاً بيحصلوا أكاديميا مراكز مهمة جدا، خبرينا على التوازن بين الجانبين. زي ما تفضلت الدكتورة، يعني العقل السليم في الجسم السليم. بصراحة نحن بالمدرسة، ويعني من الميشن والفيجن تبعنا لكلية دلسال، أنه نحضر طلاب متمكنين للقرن 21. فالطالب بالقرن 21 بده يكون متعاون، منفتح، يعني كل هدول الصفات. صحيح. متعلم مدى الحياة،
فأنت كيف بدك تخلق هذا الحكي؟ أكاديميا ما بتقدر بس تخلقه داخل الغرفة الصفية، أنت بدك تعلمه سكيلز. نعم، مهارات. والمهارات بالمواد اللي مش بس أكاديمية، مثلا مثل الرياضة، الميوزك، هاي المواد جدا مهمة ونحن كتير منركز عليها. فحصة الرياضة عندنا نحن من أهم الحصص بالمدرسة، حتى عدد الطلاب داخل الحصة بيكون جدا مدروس، إنه بتنقسم الحصة إنه ما يكون عدد كبير من الطلاب بالحصة عشان كل طالب يقدر ياخد نصيبه من 50 دقيقة. فالرياضة بتشكل عندنا بالمدرسة جزء جدا مهم، وطبعا الطالبات يعني نحن صراحة جدا داعمين للعنصر النسائي بالمدرسة لأنه منحس المرأة مش بس نصف المجتمع. المرأة إذا كانت كل حياتها الأكاديمية أو حياتها التربوية خلينا نقول متزنة منذ الصغر، هي اللي رح تربي لك أجيال للمستقبل يكونوا واعيين منفتحين متعلمين مدى الحياة. فجدا منركز، نعم الرياضة عنا بتشكل إشي كتير مهم، وبنعمل كتير تلماتش كمان، ما بنعتمد بس على حصة الرياضة، لأنه طابور الصباحي فيه رياضة، في عنا تلماتش كل شهر للطلاب، يعني الرياضة جزء من حياة الطلاب. صحيح 100%. وهون بنرجع بنتحدث دكتورة، يعني احنا دائما بنحكي انه في تعليم كلاسيكي، ولكن التعليم الحديث هو انه تربي الطالب على انه يكون قادر انه يتماشى مع اي مجتمع واي طبقة ممكن انه يقابلها، ممكن انه يتعرض لانه يواجهها، بمعنى انه مش فقط هو عايش بقوقعة معينة، سواء اذا كان شخصيته خجولة، سواء اذا كان شخصيته فيها مشاكل او زيادة عن اللزوم فيها جرأة. يعني عم تتعاملوا مع الموضوع بالمدارس الحديثة او بالمدرسة الحديثة تحديدا في التعليم، بانه يكون الطفل قادر انه يتعامل مع العالم كله. احنا بنحكي دائما يمكن لاولياء الامور من الفيجن الجديده، كل المدارس عم تحكي احنا نعد الطالب للمستقبل، يمكن بدي اضيف عليها كلمه جديده، نعد الطالب لتشكيل مستقبله. لما بنحكي لتشكيل مستقبله مختلف. يعني هو بده يعرف وين انا رايح، بده يحط هدف لإله عشان يصل لهذا الهدف. المدارس يعني اذا بدناش نظلم المدارس القديمه والكلاسيكيه، يعني أنا تربيت مثلا في مأدبة، وكنا نعمل أنشطة رياضية كتير، صح. وأنا بفترة كنت بفريق كرة اليد، وكنا نعمل برضو المهرجانات الرياضية على مستوى كتير كبير، بس يمكن كان في فترة صار في عنا دروب شوية بالرياضة، وهذا اللي إحنا عم نحاول نرجعه مرة تانية للمدارس. الرياضة مش حصة ما إلهاش أهمية، الرياضة هي حصة، وهذه الحصة في إلها استراتيجيات معينة بيمشي فيها المعلم مع الطالب بالنمذجة، وبالتالي الطالب يتعلم هذه المهارة. صحيح. موجودة على البرنامج، لا يجوز إنه أي أستاذ تاني بده حصة، لا لا، خد حصة الرياضة. لا، إذا أنا فعليا بدي أشكل إنسان مؤثر في مجتمعه، حكيتها مس مدلين وبعيدها، مؤثر في مجتمعه بطريقة صحيحة لازم يكون بيلعب رياضة صح، ويعرف وين هو بالرياضة، لأنه الرياضة مش شيء طبيعي وعادي وأي إنسان بيعملها. لازم يرجع للدراما ونرجع للموسيقى، هذه المواضيع عم بتعيد تشكيل التفكير عند الإنسان. فإذا أنا عرفت كيف هو بيفكر بهذه المواد، يمكن إحنا نصير من الناس اللي فعليا نهتم شوية بمشاعر غيرنا، نقلل من التنمر اللي بيصير، نقلل من الأحداث اللي نسمعها كل يوم والتاني، نوجه الطلاب لاتجاهات إيجابية صحيحة مش للاتجاهات السلبية اللي إحنا بنعاني منها بسنوات وسنوات وسنوات. صحيح. ففعليا إحنا يعني ما بدي أظلم السابقين، لكن بدي أبني على اللي كان موجود بالرياضة أيام زمان. يمكن كورونا كمان كانت الكوفيد 19 هاي فترة كانت كتير صعبة للناس. في ناس رجعوا للرياضة بالبيت، ولكن بالمدارس الطالب ورا سكرين. يعني صار في أمراض العصر دكتور. أيوة. اللي هي السمنة المفرطة عند الأطفال، يعني التعلق بالألعاب الإلكترونية. يعني هاي أمراض العصر تقريبا فعليا التعلق بالألعاب الإلكترونية إحنا بنشوف تأثيرها داخل المدارس، بنشوفها داخل المدارس. فإذا في طاقة عند الطلاب خلينا نوجه الطاقة إلى الاتجاه الصحيح. هذا اللي إحنا بندور عليه بمدارسنا. بالفرير يعني مدرسة دي لسال
بالذات احنا بندور يمكن طبعاً على هذه المهارات. يعطيكم العافيه. وهي المهارات بس كمان اضافه اللي تفضلتي فيه بتهذب نفس الطالب، يعني بيصير حتى تعامل مع محيطه بشكل ارقى واهدى اكثر. بدي ارجع لحضرتك ست مدلين نحكي برضو على الانجاز المهم بهاي البطوله والتحضير لها كيف كان، وبدنا نشوف كيف الموازنه قلنا بين الجانب الاكاديمي وبين الجانب الرياضي للطالب او الطالبات خلال المشاركه بهاي البطوله. نحن الصبايا يعني الفريق حاليا هن مش طالبات، نعم. حاليا عم قاعدة دراسة، بس عم قاعدة دراسة بعد الهاد. طبعا عندنا كوتش فواز زي ما ذكرت في بداية الهاد، هو الأب الروحي للفريق بصراحة. طبعا تمارين على مدار الساعة كتير أخذ من وقتهم جهد، ويضلوا يعني فترات ساعات طويلة للتدريب، وزي ما قلت لك روح الفريق موجود. الصبايا عندنا كتير ملتزمين ومنتميين على حساب الجامعات تبعهم، على حساب وقتهم، فكان التحضير جدا على قدم وساق، وأخاصة كان عندهم دافعية أكتر إنه السنة الماضية أخذوا الكأس، فبدهم يحافظوا على هذا وإن شاء الله بنضل محافظين عليه لقدام. بس معلش بدي أذكر شغلة يعني بجوز أنت ما سألت عنها، قلنا يعني من أول ما قعدنا عم نتحدث إنه الرياضة الرياضة الرياضة، نحن منعاني من مشكلة في البلد إنه ما عندنا دعم كافي للرياضات، بغض النظر كرة طائرة، سباحة، whatever يعني. صحيح. فمنتمنى على المسؤولين، منتمنى على كل الداعمين، بغض النظر رياضة نسائية، رياضة أطفال أو أي رياضة، إنه يكون في دعم أكتر. منتمنى على وزارة الشباب، منتمنى على جلالة سيدنا كمان هو الداعم دائما الرسمي للرياضة. صحيح. إنه يكون في عنا تحفيز أكتر لدعم، وخاصة دعم نادي دولاسال. نادي دولاسال ما عناش كتير هالموارد اللي يعني حتى باص بجوز كان في نقص فيه. نعم كان عنا باص عم نستنى، نعم في عنا طلاب من الزرقاء من اللاعبات لاعبات يا ربي عم نستنى إنه الباص لسه ما يعني أكرمونا إنه نقدر ناخد هذا الباص، بسهل علينا كتير. ف يعني احنا يعني مش بس احنا نادي دولاسال، انا متاكده انه كل الانديه الرياضيه عم تعمل كل جهدها طبعاً. بس صراحه دعم المؤسسات الرسميه وغير الرسميه شوي شحيح، لسه عندنا المفهوم لدعم الرياضه بده شوي شغل اكثر. يعني كان في لنا اتصال مع العميد الركن المتقاعد جهاد بيك وركات، عفوا جهاد بيك رئيس الاتحاد الأردني للكرة الطائرة، إن شاء الله الأسبوع الجاي حيكون موجود معنا، حنتحدث عن الدعم للأندية أندية الطائرة بشكل مفصل أكثر، خصوصا أنه في إنجازات بالفترة الأخيرة يعني، وأيضا عودة الجماهير لهذا القطاع جدا مهمة، فهذا الشيء بيسوى أنه نتحدث عنه بشكل مطول. كلمتكم الأخيرة دكتورة رائدة، ولمين بتوجهي تحياتكم أو شكركم؟ الكلمة الأخيرة يمكن بدي أحكيها لكل معلمين الرياضة بالمملكة. فعليا أكثر واحد بتحسه قريب من الطلاب معلمي هذه المواد. صحيح. الرياضة، الموسيقى، الفن، الدراما، فعليا هو بيأثر كثير على الطلاب، فأنا بوجه لهم التحية وبحكي لهم ما تتنازلوا أبدا عن الدور اللي أنتوا بتأدوه، لأنه هو فعلياً دور كتير مهم. لا تعطوا حصتكم الرياضة لأي مادة أكاديمية، لأنه هي بنفس المستوى. صحيح. المادة الأكاديمية ومادة الرياضة وأي مادة تانية بنفس المستوى للطلاب، بيكفي أنه بحصة الرياضة أنت بتتعرف على طلابك بطريقة مختلفة. نعم. بيمارسوا هواياتهم، بيعرفوا هن وين بيحبوا، وبنعرف أنه نحن يعني يمكن في دول كتيرة أبنائها بيعيشوا من وراء الرياضة طبعاً. كيف بيكون كيف بيكونوا هن فعلياً منتجين. فنحن في عنا كتير طاقات في البلد، طاقات في معلمين الرياضة، بوجه لكل معلمين الرياضة بمدرستي بحكي لهم شكرا لكم. في عنا طاقات بالدراما بالموسيقى، بس هي تحتاج فعلياً للإيمان فيها وتوجيه التوجيه الصحيح مع طلابنا. فإن شاء الله يا ربي الأيام الجاية تكون أيام خير للجميع. شكرا لكم. مش رح أحكي كتير، أول شيء بدي أقول شكرا لكم على استضافتكم إلنا وعلى إبراز إنجازاتنا في نادي دولاسال. بشكر كل اللاعبات، وبشكر زي ما تفضلت الدكتورة وقالت كل معلمين الرياضة، لأنه هي مادة سبيريتشوال روحانية مش بس نطنط وهذا،
وبرجع بشكر جميع القائمين على البرنامج. شرفتي وثانك يو سو ماتش. نهاركم سعيد. اهلا وسهلا فيكم كوتش فواز. بنحب طبعا كوتش فواز طبعا. هلا احنا رجعنا نستضيفكم لنتحدث اكثر عن هالجيل الجديد. بالله كيف شايفينه على السريع الدكتوره؟ بجنن الجيل، فيه كثير اشياء رائعه بجنن. جيل بس في مخاوف عليه. هلا احنا واجبنا نتجه فيهم الاتجاه الصحيح ونوجههم للتوجيه الصحيح. بالعكس جيل جدا قادر على العطاء. نقول يا رب. وممنهج، جيل ممنهج. صح صح صح. بس بده ناس دير بالها عليه ان شاء الله ويطلعوا من القصه تاعت كورونا او الضغوطات اللي صارت عليهم بكورونا. كل شكر لكم. ان شاء الله نستضيفكم بعيدا عن ديلاسال، نتحدث اكثر بالامور التربويه. اهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم. اهلا.